كل من لا يحترم قواعد اللعبة في الإنتاج أو في التوزيع تأخذ ضده إجراءات. متى وجدنا أن الحليب المدعم من طرف الدولة، مسحوق الحليب مدعم من طرف الدولة، يوجه إلى غير وجه يعني وجهته، نغلقوا الملبنات، يعني نحبسوا ما نزيدوش نمدوا مسحوق الحليب لهذه الملبنات. كل ما وجدنا موزع حليب يدي الحليب إلى غير التاجر اللي يمدوا للمستهلك، كذلك سنفصل الموزع من قائمة الموزعين.